بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكمن فوائد جل هذه البذور للشعر احتوائها على الفيتامين A. رائعة جدا هذه البذور التي سنعملها الآن على شكل جل، تقوم بتعزيز نمو الشعر وتقوية الشعيرات الدموية المتصلة بالبصيلات، بالإضافة إلى أن فوائد هذه البذور تساعد على حصول بصيلات الشعر على الغذاء الذي تحتاجه في الحفاظ على صحة الشعر وعلى مرونته ونعومته وقوته. توفر هذه البذور للشعر الترطيب الذي يحتاجه، فلهذا فهذه البذور تساعد على علاج مشكلة جفاف وتقصف أطراف الشعر، كما أنها تحمي الشعر من التلف والتساقط الناتج عن مشكلة الجفاف. هذه البذور عبارة عن: أولاً، ملعقة طعام كبيرة من بذور حب الرشاد، رائع وممتاز لتطويل وعلاج مشاكل الشعر. إذا استمريتي على هذه الوصفة رايحة تلاحظي طول رهيب لشعرك. ونحتاج كذلك لاثنين ملاعق طعام كبيرة من بذور الكتان، بذور الكتان وليس بذر القطونة. هناك فرق ما بين بذور الكتان وبذر القطونة أو القاطونة. هذه هي بذور القطونة. سأقوم بعمل وصفات في الأيام المقبلة بحول الله ببذر القطونة، رائع جدا للبشرة وجمالها. نحتاج، قلت، 2 ملاعق طعام من بذر الكتان وملعقة طعام كبيرة من حب الرشاد. نضعهم على 2 كوب من الماء يغلو على نار هادئة، يغلو على نار هادئة مع التقليب المستمر على النار حتى يتبخر مقدار 1 كوب ماء ويبقى فقط مقدار من 1 كوب. مباشرة وهو ساخن صفي الهلام المتحصل عليه بمصفاة واتركيه ليبرد، ونتحصل على هذا الجل الرائع جدا لترطيب الشعر. طريقة استخدامه لتنعيم الشعر: على شعر مغسول يجب أن يكون شعرك نظيف تماما. وزعي هذا الجل على شعرك خصلة خصلة، يجب توزيعه على الشعر جيدا من الجذور إلى الأطراف، توزيع جيد. احرصي على عمل تدليك خفيف لشعرك لمدة 5 دقائق حتى يستفيد الشعر من المزايا التي ذكرتها لهذه البذور. وبعدها قومي بتغطية شعرك بواسطة بوني بلاستيك أو أي بوني تستخدميه لشعرك لمدة 2 ساعة، وبعدها اشطفي شعرك فقط بماء دافئ والبلسم المخصص لك أو البلسم الطبيعي الذي سبق ووضعته في القناة. يمكنك عمل هذه الوصفة 2 مرات في الأسبوع. اللي شعرها جاف جدا يمكن عمله يوم ورا يوم. اللي حابة تحتفظ بهذا الهلام وتعمل كمية كبيرة يمكن عمل كمية كبيرة، والمقدار اللي أنت تستخدميه احفظيه في علب وضعيه في الفريزر وسيكون جاهز أثناء الاستخدام. الوصفة آمنة حتى للأطفال الصغار من سن 5 سنوات فما فوق. إن شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس حتى تصلكم فيديوهاتي فور نزولها على القناة، ومشاركة هذا الفيديو كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.